يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هل فيها دليل على جواز زيارة ما يسمى بالأهرام ومدائن صالح ونحو ذلك؟ السفر إليها من أجل هذا لا يجوز، أما إذا مر بها في طريقه ورايح لغيرها لكن صارت هي في طريقه ونظر فيها نظر اعتبار واتعاظ، ما هو نظر إعجاب، لا هذا طيب، إذا نظر فيها نظر اعتبار واتعاظ وخوف من الله، كيف اللي بنوا هذه وقدروا عليها أهلكهم الله، يعتبر بهذا هذا طيب، أما أنه يدخلها ويتفرج عليها معجبا بها ويقول هذا من الحضارة، حضارة الأولين، وهذا سلفنا لهم حضارة ولهم تاريخ ولهم، هذا لا يجوز. نعم.